في حتة مهمة عايز اكلمك فيها، مش عايز تفكيرك يبقى مقتصر على الاوبشن بسيناريو معين، عشان ده غلط. يعني ما تبصش على الديسكونكتد ميل بوكس تقول اه ده انا مش هستخدمها غير في السيناريو بتاع التشايلد. لا مش عايز كده. الديسكونكتد ميل بوكس ليها سيناريوز تانية. على سبيل المثال ان احنا عندنا سكرتيرة، السكرتيرة دي سابت الشركة ومشي، فعيننا بدلها سكرتيرة جديدة. السكرتيرة الجديدة دي محتاجة الايميلات بتاعة السكرتيرة القديمة. معايا؟ فهنجيبها لها منين؟ الاكونت اتدلت خلاص والميل بوكس اتدلت، بس موجود عندي في الديسكونكتد ميل بوكس. فهبدا ان انا اكريت اكونت جديد للسكرتيره الجديده من غير ما اعمل له ميل بوكس، وابدا اكونكت الميل بوكس بتاع السكرتيره القديمه على الاكونت بتاع السكرتيره الجديده. مفهومه؟ على فكره دي كانت موجوده من ايام 2003. 2003 كنت بتقف على الديليتد ميل بوكس وتقول له ران كلين اب ايجنت، فكان يعلمك عليهم كلهم ان هم متدلتين. فتبدا تقف على اي ميل بوكس وتراي كليك، فكنت بتلاقي اختيارين. الاختيار الاولاني اسمه ريكونكت. ريكونكت دي معناها ايه؟ تريكونكت الميل بوكس ده هو على يوزر ملوش ميل بوكس، او كان في اختيار تاني اسمه بيرج. بيرج دي معناها ايه؟ خلاص دلت الميل بوكس ده مش عايزينه. ده كان في 2003. في 2007 بقى مفيش حته البيرج دي. لو انت عايز بقى تعمل قصه البيرج، تدلت الاكونت من جوه الاكتف دايركتوري مش من جوه الاكستشينج. معايا؟ لو انا دلت الاكونت من جوه الاكتف دايركتوري، هو بيدلت الميل بوكس بتاعه، والميل بوكس بتاع اليوزر ده هو ما بيبقاش موجود في الديسكونكتد ميل بوكس، ما بيروحش هنا. معايا؟ مفهوم الحته دي ولا صعب؟ في اليوزر نيم مش شرط اليوزر نيم يكون واحد. معايا؟ ما هو في دايما مختلف، اكيد لازم يكون مختلف. طب ما لازم يكون مختلف. يعني احنا دلوقتي هقول لك على حاجه ظريفه قوي. يعني احنا دلوقتي عندنا هنا لو وقفت على ريسيبيانت وقلنا له موديفاي السكوب وخليناه يبص على مين؟ تقول له بص على الجلوبال كاتالوج فيجيب لك كل الليله، يعني فاهم؟ مين الجلوبال كاتالوج بتاعنا؟ الجلوبال كاتالوج اللي هو اول دومين كنترولر في الفورست اللي هو ده. بص بيقول لك ايه؟ view all recipients in forest، فيجيب لك الليله كلها. جاب لي كل الريسيبيانتس. معايا؟ كل الريسيبيانتس بتوع مين؟ اللي موجودين في الفورست. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا؟ فانا ممكن اعمل حركه ظريفه قوي، اركليك كده واقول له ايه؟ انا عايز اكريت نيو ميل بوكس. واخد بالك من انتاير فورست دي؟ نيكست. نيو يوزر. نيكست. اليوزر ده موجود فين؟ موجود في الدومين اللي اسمه abc.local، صح؟ فيرست نيم محمد، لاست نيم طول، صح كده؟ ام طلبة، وادي الباسورد، وادي الباسورد. نيكست. حط الداتابيس بتاعته هنا مثلا. الراجل ده اتش ار مانجر. اوكي. نيكست. نيو. فينش. ماشي. تعالى نبعت له مين. هنخش ام طلبه باسورد.
هنظبط للراجل ده بروفايل. نيكست. فينيش. الراجل ده طبعا حاضر. طبعا الراجل ده هو اللي اسمه محمد طلبة، لما عمل لوجن فتح الميل بوكس بتاعه ابيض يا ورد الجناين، صح؟ مفيش حاجه خالص. حلو، ركز معايا بقى دلوقتي. تامر عصام ده كان المفترض الاتش ار مانجر القديم وقدم استقالته، محمد طلبة ده هيمسك بداله. فمحمد طلبة عايز يشوف الايميلات بتاع تامر عصام علشان يتابع البيزنس معايا، فراح جاي هنا عامل رايت كليك على تامر عصام وقال له ايه؟ ريموف. يس. وطبعا الاكونت بعد ما حصل له ريموف راح في الديس كونكتد ميل بوكس. خلي بالك انت لو موفت الاكونت ده، هو خلي بالك انت لو عملت ريموف للاكونت ده من الاكتف دايركتوري هيدلت الاكونت وهيدلت الميل بوكس ومش هيروح في الديس كونكتد ميل بوكس. وبيروح في الديسكونكتد ميل بوكس لما اتدلته من جوه الاكستشينج. دي مهمه جدا. فهم الكلام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ محمد طلبه ده هو المفترض ان هو عنده ميل بوكس. محمد طلبه عنده ميل بوكس، فمش هينفع ان انت تكونكت تامر عصام على محمد طلبه. لان محمد طلبه اوريدي عنده ميل بوكس. جه الاي تي، انا قصد ان انا كريت على فكره، قصد ان انا اعمل له ميل بوكس. جه الاي تي ما كانش يعرف القصه دي وما كانش عامل حسابه ان احنا هنكونكت ميل بوكس على محمد طلبه فكريت له ميل بوكس. فطبعا ما ينفعش تكونكت ديسكونكتد ميل بوكس على واحد اوريدي عنده ميل بوكس. هنعمل ايه بقى؟ هنرجع نقف على محمد طلبه. جالنا ورقه من الاتش ار بتقول يا جماعه تامر عصام اللي هو قدم استقالته